تمضي دولة الإمارات في مسيرتها الإنسانية المشرقة لدعم الأسر السودانية ومساندتها المتضررة جراء السيول والأمطار، حيث وزعت سواعد الخير للهلال الأحمر الإماراتي 300 سلة غذائية وأكثر من 300 خيمة استفاد منها 2100 شخص من الأسر السودانية، جهود لامست مشاعر الأشقاء في السودان حيث عبرت قلوبهم قبل ألسنتهم بحروف الشكر والامتنان. اليوم وصلتنا قافلة دولة الإمارات الشقيقة، وهذه الدولة التي عودتنا على أن تكون معنا في خندق واحد في كل الكوارث التي تحصل لنا. الحديث عن الجهود الإنسانية لدولة الإمارات لا يسعه مقال ولا كتاب، فهي جهود ممتدة مستمرة تتجدد كلما استجدت الحاجة إليها، وتقوم على أسس متينة وتلبي نداء الواجب الإنساني من دون تردد في مختلف الأزمات والظروف. هذه المسألة عندنا ما هينا، والله ما هينا، قول تجونا من غير طلب مننا، هذه المسألة كبيرة والله. نعم، إذا ذكرت الشدائد والمحن ذكرت دولة الإمارات بعطائها ومبادراتها ووقوفها إلى جانب كل محتاج، وفي الشدائد تعرف المعادن، وهكذا هي دولة الإمارات بإرثها الإنساني الحضاري، صرحا إنسانيا مشرقا وبحرا زاخرا من العطاء والخير.